بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا آخر يوم من شهر رمضان وأحسنت إلينا فأعنتنا على أدائي ما افترضت علينا من صيام شهرك شهر رمضان. اللهم اختمه لنا بالسعادة والرحمة والمغفرة. اللهم أعطني رزق الواسع الكثير الطيب الذي لا حساب فيه وأعطني بركة والفوز والفوز بالجنة والعتق من النار. اللهم أهله علينا بأفضل الخير والبركة والسرور علي وعلى أهلي ووالدي وذريتي. فأعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة أن تغيب الشمس من هذا اليوم أو يطلع الفجر من هذه الليلة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي. اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وغفرانك وأن تجعلني برحمتك ممن خرت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من ألف شهر وفي أعظم الأجر وكرائم الزخر. الحمد لله الذي أعاتنا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغني آخر ليلة منه. اللهم ارزقني العود فيه ثم العود فيه برحمتك.